هاي سافاير أو الياقوت الأزرق من الأحجار الكريمة القديمة، وأول مين لبسهم كانوا الرومان القدامى. كلمة سافاير مشتقة من اليونانية سافيروس، يلي كانت بتشير لحجر كريم أزرق تاني هو لابيس لازولي. أحجار الياقوت معروفة أكتر شي بلونها الأزرق، بس بالواقع هالحجر موجود بكل ألوان قوس القزح. أندر أنواع الياقوت هو باللون الزهري المايل على أورانج، ومعروف ببات باراتشا، وهي كلمة مشتقة من السانسكريتية يلي بتعني زهرة اللوتس. هالحجر يعتبر من أكثر العناصر الطبيعية يلي ممكن تبقى، لأنه بيقاوم الخدوش، والشي الوحيد يلي ممكن يخدشه هو الألماز. بسبب قسيرته يستعمل الياقوت بالصناعة. الحجر موجود بعدة مناطق من بين أستراليا، ملاوي، مدغشقر، سريلانكا والولايات المتحدة. مين قال إنه الياقوت الأشهر موجودة بخاتم زواج الأميرة ديانا يلي بتلبسه اليوم الأميرة كاثرين؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.